مثلا قال واستغربه الترمذي، إذن هو ضعيف أصلا. الترمذي قال في سننه حسن غريب. ما معنى هذه الكلمة؟ هؤلاء لا يقرؤون لمن سبق، يعني شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال وإذا قال الترمذي حسن غريب فإنه قد يكون غريبا من حيث المتن لكنه حسن بمجموع طرقه، ولذلك كثيرا ما يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، فلا يعني أنه ضعيف. ولذلك لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في سجود السهو قال وقد رواه الترمذي وقال حسن غريب، قال وغرابته تدل على أنه ضعيف مما يهينه، ليس خرقا للقاعدة التي ذكرها رحمه الله، لا، وإنما قال هو غريب باعتبار أنه ضعيف هنا لأنه خالف الأحاديث الواردة في الصحاح من أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتشهد في سجود السهو.